الناس اللي قدامي دي يا شباب دي اللي مجال. احنا عندنا لما جم يعملوا كروت الشبكه كان في نوعين اتنين من الكروت بداوا يطلعوا. اول واحد عندنا اهو كروت الشبكه بتاعتنا او ال ان اي سي. اول واحد عندنا كان اسمه الكنترول بيز، وتاني واحد اسمه الكونتينشنس بيز. ايه الكنترول بيز ده يا شباب؟ الكنترول بيز ده صنعوا كروت شبكه بتشتغل في رينج كده، يعني توصل الاجهزه مع بعضها كده، تمام؟ ودي كانت موجوده وخدت ستاندر من الاي تريبل اي اسمه 802.5. حلو الكلام. وكانت السيجنال بتاعتنا بتمشي في صوره رينج. تصوروا كده احنا متربطين مع بعضنا في لوب، وبقول لكم محدش هيرضى يتكلم او يقدر يتكلم غير اللي معاه القلم، والقلم هيمشي ما بيننا وبين بعض بالتوالي كده سيريس كده، تمام؟ فاللي معاه القلم اللي يبدا يتكلم. فكان في كارت شبكه اسمه التوكن رينج. توكن رينج، رينج ليه؟ لان هم في صوره دايره. طب توكن ليه؟ لان في سيجنال بتمشي ما بين الاجهزه واحده واحده. طبعا المميزات بتاعه الشبكه دي ان ما كانش فيه كوليجن، يعني ما كانش فيه اتنين يقدروا يتكلموا مع بعض في نفس الوقت. ليه؟ لان هو اللي ما حدش يقدر يتكلم غير اللي معاه السيجنال بتاع التوكن، تمام؟ بس مشكلتها كانت ايه؟ لو هو الرنج ده كان كبير ومصطفى بيتكلم وانا قبل مصطفى، هنتظر الدايره كلها علشان اتكلم، كان فيها ديلاي وما استمرتش كتير علشان البطء بتاعها، وعشان لو في جهاز في النص واقع الرنج انقطع وهيوقع لك الشبكه كلها. فعملوا كروت اسمها الكونتينشنس بيزد، اللي هي الكروت اللي احنا شغالين بيها دلوقتي، بيبقى كلها متوصله على سويتش بالشكل ده اهو اهو اهو. ودي خدت ستاندرد 802.3، ودي مشغله بمبدا اسمه الكونتينشنز. كونتينشنز يعني ايه؟ يعني الكومبيتيشنز، مبدا المنافسه. فكل جهاز قبل ما يبعت الداتا بتاعته يلسن في حد بيبعت داتا على الكيبل ولا لا. لو ما حدش بيبعت الداتا على الكيبل يبتدي هو يبعت، يبقى اي جهاز بيجي يبعت داتا ما ينتظرش، بس يلسن الاول يشوف حد غيره بيبعت ولا لا. لو ما لقاش حد بيبعت يبتدي هو يبعت. بس صوروا كده انا بلسن واحمد بيلسن at the same time، وبدانا احنا الاثنين نبعت مع بعض في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كوليجن. فدي كان فيها كوليجن، وعملنا تكنيك عشان يحل الكوليجن اسمه ايه؟ اسمه يعني ايه كوليجن؟ نعم نعم. ها يعني ايه كوليجن؟ كوليجن كوليجن تصادم، تمام؟ يعني الداتا بتاعتي هتخبط مع الداتا بتاعتك. اه. تمام؟ ولما بيحصل تصادم راح عملنا تكنيك بيحل التصادم. اسمه ايه؟ اسمه السيسما على السي دي. اهو سيسما على السي دي. تمام؟ يبقى عملنا كوليجن، الكوليجن ده بيحل التصادم، التصادم ده اسمه سيسما على السي دي. في الوايرلس عملنا تكنيك تاني بيمنع اصلا الكوليجن اسمه سيسما على السي اي. بدل ديتكشن افويدنس. ديتكشن يعني ايه؟ يعني بيلاقي التصادم وبعد ما يلاقيه ايه؟ يحله. طب افويد معناه ايه؟ بيتجنبه اصلا. ودي هيجي لك سؤالين في الامتحان عليه. سيسما على السي دي هو ده الالجوريزم اللي موجود في كروت الواير دلوقتي، كروت الشبكه بتاعتنا العاديه مكابل، لان معرضه للكوليجن. ليه معرضه للكوليجن؟ كاننا قاعدين كلنا في اوضه ضلمه، وانا بقول لكم فيكم اللي عايز يتكلم فيكم يلسن الاول، تمام؟ ما لقاش حد بيبعت يبتدي يبعت، فانا بلسن ومصطفى بيلسن، احنا الاثنين مع بعض على السيم تايم، احنا ما نعرفش ان في حد هيبعت فينا، وفجاه بعتنا احنا الاثنين مع بعض. ده الورست كيس. ايه اللي حصل؟ حصل كوليجن، تصادم. الداتا بتاعتي خبطت الداتا بتاعت مصطفى. طب ايه هنعمل ايه بعد كده؟ عملنا الجوريزم بيحل التصادم اسمه سيسما على السي دي.
بس اسمع على السي اي انا اصلا بمنع التصادم. انا اصلا بمنع ايه؟ التصادم. لا هو بص الاي تريبل اي كل الابحاث بتاعتها بتبقى 802 بوينت. اي بقى حاجه ثانيه. فتلاقي 3 ده الايثرنت العادي، 11 ده اللي هو الواي فاي، 15 ده البلوتوث، 5 اللي هو التوكن رينج اند سو اون. تمام؟ و 802 اصل الاي تريبل اي دي كانت بادئه سنه 80 شهر 2 كمؤسسه. تمام؟ طيب دكتور هو ما يعرفش يعمل لسن وهو بيبعت؟ لا ما يقدرش. الاول يبعت يعمل لسن علشان يشوف في حد بيبعت داتا ولا لا. لو لقى حد بيبعت ينتظر. المشكله بقى هنا فين؟ المشكله لما حد يفضل يبعت. لا ان هو بيلسن انا وانت بنلسن مع بعض في نفس الوقت. احنا قاعدين في الضلمه فاحنا الاثنين عايزين نبعت داتا مع بعض في نفس اللحظه. تمام؟ فبنلسن ما لقاش حد بيتكلم. مش ممكن طب لو في حد يفضل يتكلم هنفضل نلسن؟ مش انت طبعا هنفضل نلسن. ما هو هيتكلم يعني هيقعد قد ايه يتكلم؟ كام من الثانيه بيتكلم؟ ما هو مش زي ما انت متوقع يعني. تمام؟ بس هي المشكله ان انا مش انت ساعات وانا بتكلم كده او قبل ما اتكلم ان هم احنا الاثنين متكلمين مع بعض ملغوشين على بعض نفس الكلام. تمام؟ فده ده الكوليجن اللي بيحصل عندنا. وعملنا تكنيك اسمه السيسم على السي دي. بس خد بالك السيسم على السي دي اصلا بيبان قوي على الهب، انما على السويتش اكمنه شغال هب دوبلكس مفيش فيه عليك كلام نتكلم عنه بالتفصيل. فده السيسم على السي دي احنا عاملينه اصلا عشان كان الهب دوبلكس ايام ما كان الهب موجود، انما دلوقتي السويتش اصلا ما عادش فيه الكلام. تمام؟ طب وليه يعني ايه كوليجن؟ بيقول لك والله في اكتر من جهاز بيبعتوا مع بعض في نفس الوقت فالسيجنال بتخش في بعضها. الديفايس ديتكت كوليجن، بكل ديفايس منا بعد ما يحصل كوليجن هي ينتظر راندوم تايم وبعدين يبدا يعمل لسن تاني. ده مفهوم السيسم على السي دي. طب السيسم على السي اي؟ لا السيسم على السي اي دي شغاله في الوايرلس. ودي بتعمل ايه يا جماعه بقى؟ احنا جينا خدنا بالنا من الوايرلس ده احنا بنعمله ان هو اصلا بيمنع الكوليجن. ليه؟ لانك بتحجز حاجه اسمها تايم سلوت قبل ما تبعت، وفي حاجه اسمها كلير تو سند وريكوست تو سند. سيبكم من الكلام ده مش علينا اصلا. تمام؟ طيب الفريم اتفقنا مع بعضنا ان الداتا لينك لاير بتعمل في الداتا ايه؟ فريم. بتاخد الباكت من اللاير 3 تكاري فيه فريم. يبقى الداتا لينك لاير الله يكرمك هي موجوده فين؟ الداتا لينك لاير مين اللي قبلها ومين اللي بعدها؟ الموظف ده مين اللي قبله ومين اللي بعده؟ اللي قبله حد اسمه النتورك لاير واللي بعده حد اسمه الفيزيكال لاير. يبقى في حد قبله اسمه النتورك لاير وفي حد بعده اسمه الفيزيكال لاير. تمام؟ النتورك لاير دي بياخد الداتا في صوره باكت اهو باكت ياخدها يحولها لفريم وبعدين يحولها لستريم اوف بيت. طب هو بيستقبل بياخد الستريم اوف بيت يحول له فريم وبعدين يقشر الفريم ويسلمه باكت للنتورك لاير. يقشر الفريم يعني ايه؟ يعني يشيل الهيدر وايه؟ والتيلرز اللي موجودين على الفريم. تمام؟ طيب احنا هنا بنقول ان اي فريم في الدنيا بيبقى فيه ثلاث مكونات. الهيدر والداتا والتيلر بتاع الايه؟ الفليك. يبقى اي فريم في الدنيا بيبقى له ثلاث مكونات. ايه هما؟ بيبقى له هيدر. بيبقى له هيدر والداتا اللي جالي من فوق اللي شايلها وده الهيدر بتاعه وده ايه؟ التيلر. طيب الهيدر والتيلر بيختلفوا عن حسب انهار مش فايت على حسب الداتا لينك لير بروتوكول. الكلمه دي او السطر ده هتمر عليك كده مرور الكرام يعني according to data link layer protocol. طب هو يبقى في اكتر من data link protocol موجودين في data link layer. صراحه انا عايز تركز معايا قوي بقى. عايز تركز معايا قوي. لو انا بتكلم على data link layer protocol هنقسمهم لنوعين اتنين من انواع البروتوكولات. الداتا لينك لاير بروتوكول. وتاني
الداتا لينك لير بروتوكول دي البروتوكول اللي بتعمل فريم، بتاخد الباكت تحطه في فريم. فالفريم ده انواع، منهم فريم بيشتغل في اللان ومنهم فريم بيشتغل في الوان ما بين الفروع وبعضيها. في اللان يعني ايه؟ يعني ما بين الراوتر والسويتش وما بين السويتش والديفايسز، دي لان صح؟ البروتوكول اللي شغال هنا اسمه ايثرنت، ما عندناش غيره، كان في توكن رينج وخلاص بالسلامة. فالبروتوكول اللي شغال هنا اسمه ايثرنت، والايثرنت على فكرة منه نوعين، في ايثرنت عادي وفي ايثرنت واي فاي. يبقى الواي فاي كمان بنقول عليه واي فاي ايثرنت. ففي عندنا كم نوع من انواع الفريم؟ ني. حلو؟ طيب لما نيجي نربط فروع مع بعض، فرع القاهرة مع فرع السعودية على كابل الفايبر، او نربط الفروع بتاعتنا بكلاود اهو، فرع القاهرة اسكندرية المنصورة دمياط، البروتوكولات اللي بتشغل الحاجات بتاعت الفايبر دي ايه؟ لا في حاجات كتير، في الحاجة اسمها تريبل بي، في حاجة اسمها الاتش دي ال سي، في حاجة اسمها الفريم ليلي، في حاجة اسمها الام بي ال اس، في حاجة اسمها الاي تي ام. يا نهار ابيض، دي كلها لاير 2 بروتوكول شغالة في الوان. اه وانت كراجل ادمن بقى ان شاء الله بعدين لما ناخد الوان هاجي اقول لك يا مصطفى شغال لي ما بين القاهرة واسكندرية عايزين يشغل التريبل بي، يبقى اللي ماشي ما بينهم هنا اسمه ايه؟ تريبل بي فريم. طيب من اسكندريه المطروح يا ريت تشغلوا لي اتش دي ال سي، يبقى اللي ماشي هنا اسمه ايه؟ فريم. والراجل بيجي لابس البدله بتاعه تريبل بي هنا في الحته دي ويجي يلحق هنا ويلبس بدله ثانيه بتاع اسمها ايه؟ اتش دي ال سي، ويشتغل بقى لحد هنا. طب هو التريبل بي والاتش دي ال سي جواهم ايه اصلا؟ باك. هو الباك بيتغير، مش احنا قلنا الاي بي ما بيتغيرش من السورس للديستنيشن؟ بس الحته اللي ما بيني وبين مصطفى تريبل بي، الحته اللي ما بينك وما بين مصطفى احمد اتش دي سي، الحته اللي ورانا فريم ليه؟ فالايثرنت فريم عمال يتغير من هوب الهوب هوب الهوب صح؟ بس بشرط ان يكون كل اثنين قصاد بعض بيشتغلوا نفس البروتوكول. وصلت؟ كل بروتوكول من دول بيبقى له لير 2 ادرس. يعني الايثرنت اللير 2 بروتوكول ادرس ده اسمه ايه؟ اسمه الماك ادرس، وده خدنا شكله قبل كده، بيبقى 48 بت مكتوب هيكس ديسمال. يا نهار مش فايت، وانا ما خدتش غير الادرس بتاع الايثرنت. اه التريبل بي بيبقى 8 بت، بيبقى الادرس بتاعه كده 06 وحايد 0، بيبقى اسف 8 وحايد لانه بوينت تو بوينت، هو 8 بت ده الادرس بتاعه. ومفيش سورس وديستنيشن، يعني هنيجي في الهيدر بتاع الفريم بتاع التريبل بي هيبقى ادرس وخلاص. تمام؟ فاهميني كده؟ الفريم ليلي مثلا الادرس بتاعه اسمه ديلسي، داتا لينك كنترول ايدنتيفاير. الاي تي ام مثلا الادرس بتاعه اسمه في بي اي على في سي اي. بس انا عايزك يعني عايزك تعرف حاجه. خلاص دي خلاص رسمه الدنيا دي خلاص. انا عايزك بس تعرف حاجه، ان انا عندي ساعات يكون الجهاز ده متوصل بسويتش، متوصل براوتر، والراوتر متوصل براوتر، والراوتر متوصل براوتر، وبعدين متوصلين ببعضنا بكلاود اهو، وبعدين فينا راوتر، وبعدين هنا في سويتش، والسويتش ده متوصل باكسس بوينت، وده الجهاز انت رايح ياخده. فالفريم هنا يمشي ايه؟ ايثرنت. الفريم هنا يبقى ايه؟ تريبل بي. الفريم هنا يبقى ايه؟ اتش دي ال سي مثلا. الفريم هنا يبقى ايه؟ فريم ليلي. الفريم هنا يبقى ايه؟ ايثرنت. كل شويه كل راوتر عند كل راوتر بيقلع الفريم ويلبس فريم جديد على حسب البورت اللي هيخرج منه. فانت عندك البورت بتاع الراوتر ده في بورت منهم شغال ايثرنت وفي بورت منهم شغال تريبل بي. ايه المشكله يعني؟ وبورت ده شغال اتش دي ال سي. ومين اللي بيشغلهم؟ الادمن. طب هو شكل الفريم ايه؟ يا حبيبي شكل الفريم ثابت.
راس وديل، هيدر وتيلر. بس الداتا اللي هتنحط في الهيدر والداتا اللي هتنحط، لا تيلر دي ثابت، الداتا اللي هتنحط في الهيدر دي اللي بتختلف من بروتوكول للتاني. انا بقى لو ذكي اجي دلوقتي اهو واروح اعمل كده اهو، اهو اعمل لك ايه؟ وريني يا معلم شكل التريبل بي فريم اهو، وريني كده شكل التريبل بي فريم. موجود، موجود على جوجل طبعا، ده حاجه مشهوره جدا، ادى التريبل بي فريم. وريني شكله لما يبقى عندي اللينك شغال تريبل بي، وريني شكله اهو. ايه يا عم اهو، هذا شكل التريبل بي فريم، هذا الادرس اللي قلنا عليه فاكرين 888 وحيد اهو، وبعدين الكنترول بت، وبعدين البروتوكول، وبعديهم الداتا. بقول لك كمل يعني، ده الداتا اهو، وده الديل اللي في الاخر اللي هو الفريم شيك سيكونس اهو. انا عايز اجيبها لكم ورا بعضها احسن، ما تتلخبطوش خالص. اهو اهو، ادي الادرس، ادي الكنترول، ادي حاجه اسمها بروتوكول اللي بنتكلم عليها بعدين، ادي الداتا بتاعتنا، ادي الاف سي فريم شيك سيكونس اهو. طيب عايزين نجيب والله الاتش دي سي فريم، نفس الكلام. عايزين نجيب الفريم ريلي فريم، فريم ريلي فريم، ده اسم بروتوكول اهو، ادى الفريم ريلي فريم يا سيدي اهو، ادى الهيدر بتاعه، وادى الداتا، وادى الاف سي سي، وادى الدلس اللي قلت لكم عليها، صح تمام. فهنا بتكلم ان الهيدر والتيلر بيختلفوا في راي اكوردنج تو داتا لينك لاير بروتوكول، وعرفنا داتا لينك لاير بروتوكول. طيب كل واحد له استخدام، فخليها وقتها. كل اللي انا عايزك تعرفه ان الايثرنت هو اللي بيستخدم في شبكات اللان، تمام. طيب احنا عندنا الهيدر بتاع الفريم، وبعدين الداتا، وبعدين التيلر. الهيدر بتاع الفريم بيبقى فيه حاجه اسمها ستارت اوف فريم، وبعدين الادرس بيكلمك ان جنرال اهو، لا قال لك ماك ولا قال لك حاجه، هو بيتكلم على الفريم ان جنرال، لان الفريم ده انواع كتير، فبيقول لك ادرس وخلاص، وبعدين التايب، وبعدين الكنترول، وبعدين الداتا، وبعدين حاجه اسمها ايرور ديتكشن. ايه الايرور ديتكشن دي؟ دي معادله بتتم عند السورس، وبنعملها نفس المعادله عند الديستنيشن، حاجه اسمها هاش فانكشن. باخد كميه الداتا بتاعتنا ادخلها جوه شويه اوبريشنز، ويطلع لي كود، الكود ده احطه هنا، وابعت الفريم. الفريم يروح عند الديستنيشن، الديستنيشن يعمل نفس العمليه. لو طلع نفس الكود اللي موجود في الديل يبقى الداتا ما اتغيرتش، او لو طلع كود جديد يبقى الداتا حصل فيها ايرور او حد غير في الداتا، فيضرب الفريم وينتظر فريم جديد، ما يستقبلش الداتا اصلا، تمام. ده اللي بيبقى موجود في الديل. طيب خدنا دي مع بعض. اه طبعا، ان كل واحد بيحط الادرس بتاعه والادرس بتاع اللي بعده، صح؟ الادرس بتاعه والادرس بتاع اللي بعده، الادرس بتاعه والادرس بتاع اللي بعده. طب والاي بي بيبقى ثابت من السورس للديستنيشن، يعني جوانا الاي بي هو ما اتغيرش. ايه اللي بيتغير؟ الهيدر ده، صح؟ الهيدر ده اللي هو بتاع الماك او بتاع اللاير 2 ادرس. انواع الفريمز ايه؟ انواع البروتوكولز اللي احنا لسه حكينا عنها دلوقتي، والسمري بتاع الشابتر. حد عنده مشاكل في الشابتر ده؟ تعالوا بقى نشوف نوع من انواع الفريم اللي هو الايثرنت فريم. يلا بينا. حد عنده مشاكل من الناس اللي موجوده اونلاين؟ اتفقنا ان الداتا عندنا بتتقسم لجزئين، حاجه اسمها ال ال سي وحاجه اسمها الماك. ال ال سي 802.3 و 802.2، تمام. طيب خدنا بعد كده حاجه اسمها الداتا انكابسوليشن، وعرفنا ان كل فريم، كل باكت بنحط جواه فريم،
دي بيسميها داتا انكابسوليشن. طيب داتا انكابسوليشن بتعمل ايه؟ الماك لاير دي بتعمل ايه؟ احنا قلنا الداتا لينك لاير مقسومه حتتين، حاجه اسمها ال ال سي وحاجه اسمها الماك. الماك لاير دي بتعمل ايه؟ الماك لاير دي بتعمل حاجه اسمها داتا انكابسوليشن. عايزين توضيح اكتر، بتعمل حاجه اسمها ايثرنت فريم، ذس از انترنال استراكشر اوف ايثرنت فريم. بتعمل حاجه اسمها ادريسنج، بتحط الادرس بتاع كارت الشبكه اللي طالعه منه والادرس بتاع كارت الشبكه اللي هتروح له اليمه الثانيه. بتعمل حاجه اسمها ايرور ديتكشن. يبقى يا جماعه الماك دي بتعمل كام فانكشن؟ ثلاثه. اول حاجه بتعمل حاجه اسمها سينكرونايزيشن، او مش كاتب هنا مظبوط. سينكرونايزيشن دي معناها ان هي بتحدد بدايه ونهايه الفريم. اول ما تستقبل فريم من على كارت الشبكه تحدد بدايه اول بت ونهايه اخر بت. ثانيا بتعمل حاجه اسمها ايثرنت ادريسنج. ادريسنج معناها ايه؟ انها بتحدد كارت الشبكه اللي هتطلع منه وكارت الشبكه اللي هتروح. تالت حاجه بتعمل حاجه اسمها ايرور ديتكشن. ايرور ديتكشن معناها ان هي بتعمل معادله عن السورس وبتعمل معادله عن الديستنيشن وتقارن الفرق ما بينهم. تمام؟ طيب في عندنا هنا يا جماعه حاجه اسمها سيسما على السي دي، وديت لسه متكلمين عنها دلوقتي من شويه. ودي كانت ظاهره قوي على الهب، ما تبقاش موجوده على السويتش، وهقول لكم ليه ما تبقاش موجوده على السويتش كمان شويه. موجوده على الهب لان الهب هب دوبلكس، ما ينفعش يسند ويرسيف ات ذا سيم تايم. فهي موجوده بس على السويتش. السيستم على السي دي. طب هي مش موجوده اصلا دلوقتي؟ لا موجوده على كل كروت الشبكه، عشان لو وصلت جهازك على الهب يقدر يتعامل. تمام؟ والسيستم على السي دي معموله ليه؟ علشان الكوليجن، لو حصل كوليجن يقعد يحل الكوليجن بتاعه. طيب ده شكل الفريم بقى، احنا بنتكلم على فريم ايثرنت. فريم الايثرنت يا شباب الماكسيمم بتاعه اقصى حجم للفريم 1518. واقل حجم للفريم اللي احنا ما نقبلش اقل منه 64 لفريم الايثرنت. يبقى اكبر فريم ايثرنت عندنا كام؟ 1518. طب ولو في عندنا داتا اكبر من 1518 نعمل فريم جديد. طب لو في حجم فريم صغير، داتا صغيره خالص، نعمل حاجه اسمها باتنج، نقعد نكبر فيه ونحط فيه كود لحد ما نطلعه 64 بايت. يبقى مفيش فريم اقل من 64 بايت. الفريمز عندنا الاقل من 64 بايت الاجهزه بتاعت النتورك بتاعتنا بتعتبره نويز وبتعمل له دروب. فعشان الاجهزه ما تعملوش دروب بنعمل ايه؟ بنكبرها بحاجه اسمها ايه؟ بحاجه اسمها بدل. تمام؟ هو التكييف ده جاي في حاجه؟ لما هو بيشغلونا يا عم. الله ولا هتحس بايه فرق؟ تمام؟ ايه بقى البادنج ده؟ فبيقول لك والله احنا عندنا 1500 1518 و64. امال ايه 1500 ده؟ ده ايه؟ بص يا سيدي، مش احنا اتفقنا قبل كده ان النتورك لاير بتعمل حاجه اسمها باكت؟ صح؟ والباكت ده بنروح نحط له راس وديل عشان يبقى فريم في الداتا لينك لاير، عشان يبقى فريم. الباكت اقصى حجم ليه لا لا 46 لحد 1500. ده لما يكون باكت. لما زود له كمان 18 بايت للهيدر والتيلر بتوع الفريم بقى 1500 1518 او 64. يبقى اليمين اللي بتكلم على الفريم، اليمين اللي بتكلم على الباكت. طبعا الباكت اصغر من الفريم لان الباكت بنحط جوه فريم، صح كده؟ فاحنا عندنا لما بنتكلم على ايثرنت، احنا عندنا الايثرنت يا جماعه بيبقى له 18 بايت بنضيفهم على كل باكت، 14 هيدر و4 بايت و4 تيلر. يبقى الفريم بيبقى له 14 بايت هيدر و4 بايت تيلر ديل، فكده 18. فلما يكون عندك اقصى حجم للباكت 1500، لو انت بتتكلم على الفريم يبقى اقصى حجم الفريم كام؟ 1518. طب ال 1500 دول بنقول عليهم ايه؟ بقول عليهم حاجه اسمها الام تي يو، الماكسيمم ترانسميشن يونت. الماكسيمم ترانسميشن يونت. يبقى لما اجي لك في الامتحان يعني ايه ماكسيمم ترانسميشن يونت؟ اكبر حجم للباكت. معايا كده؟ ها شباب معايا؟ طيب يبقى الام تي يو كام؟ 1500. هو ده اللي بيقول هنا. بيقول والله انا عندي 46 او ال 1500 انا بتكلم عن الباكت. انما لما اجي احول له فريم بيبقى كام؟ 1518. طب ايه يا عم بقى ال 18 بايت اللي انت اصلا بتضيفهم دول؟ ايه هم دول؟ ادي الداتا اللي جالك من فوق اهي.
اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي دي غلطه، اللي هم 46 لحد 1500 بايت. طيب بضيف لك 6 بايت ديستنيشن ماك و6 بايت كمان سورس ماك. ما هنا بتكلم على الايثرنت بقى، ما بتكلمش لا تريبل بي ولا اتش دي سي ولا كده، انا بتكلم على الفريم اللي جوه اللان نوعه ايه ايثرنت. كل الكروب بتاعتنا دي بيبقى الادرس بتاعها اسمه ماك. الماك ده طوله كام؟ 48 بت او 6 بايت. ما هو 48 على 8 بس 6، مش البايت فيه 8 بت بالظبط. وعشان كده هو بيقول لك انا سايب 6 بايت للديستنيشن ماك و6 بايت كمان للسورس ماك، و2 بايت بحط فيهم نوع الفريم ايثرنت توكن رينج. ايه بالظبط؟ تمام، نوع الفريم وبعدين الداتا، وبعدين في الاخر خالص حاجه اسمها فريم تشيك سم، معادله هعملها عند السورس واروح اعملها تاني عند الديستنيشن عشان اتاكد ان محدش لاقي في الداتا في السكه. بيسموها ساعات السي ار سي او الاف سي اس. يبقى الديل ده احنا ساعات بنسميه سي ار سي او الاف سي اس. لا اسم ده انا ده. الكلام ده يشمل الوان برضه؟ الوان اه طبعا، بس الوان بقى بيبقى الهيدر والتيلر من غير دول. بس برضه ليه هيدر وتيلر بس مختلف. تمام؟ اللي هو البروتوكولات بقى بتاعت ليبل بي والاتش دي سي والايه؟ والفريم اللي احنا حكينا عنه. يلا بينا. هو الماك ادرس بيبقى شكله ايه؟ بيبقى 48 بت صح، مكتوب هيكسا ديسمال. حد ما يعرفش شكل الهيكسا عامل ازاي؟ طب كل رقم هيكسا فيه كام بت؟ في اربعه معروفه يعني، في اربعه. ويكون حد قاعد مش عارفها، ها كل رقم هيكسا فيه كام؟ اربعه بت صح؟ اربعه بت صح، اربعه بت ولا كام؟ ها 4 بت. حد عنده راي مختلف؟ 4 بت صح؟ اه. وكنا بنعمله ازاي؟ بقول والله انا الزيرو بنحط 1 2 4 8 اهو، ده ال1 اهو، ده ال2 اهو، لحد ما اوصل ايه؟ للاي. الاي اللي هو بكام؟ 10. البي اللي هو كام؟ 11 اهو. سي لو بكام؟ 11. دي لو بكام؟ 13 صح؟ والاي 14 والاف 15 اللي هو كده. فهو 16 رقم، انا بادئ الترقيم من الزيرو صح؟ من زيرو لحد 15 16 رقم، وعشان كده بيسموه نظام الهكساديسمال صح؟ طيب لو انا جبت لك رقم ديسمال وقلت لك حوله هيكسا ديسمال عندك فيه مشكله؟ لا. ها بنعمله ازاي؟ بالظبط، يعني مفيش فيها مشكله. يعني لما حد يغلط شويه في الامتحان نقول عليه ايه؟ بنحوله باينري يا دكتور بعدين من لما يجي لك في الامتحان بيقول لك اعمل واحده ديسمال حولها لهيكسا ديسمال. تمام؟ مع يعني ما علينا، هو ما انا ما اعرفش هو ازاي حطها في امتحان يعني، بس لما يحط لك في الامتحان دي اسهل من ان هو يقول لك اكتب اسمك صح؟ اهو تاني كده عشان لو ايه، لو حد غلط فيها في الامتحان. انا عندي 190 دي، لو هي مكتوبه ديسمال احولها الاول باينري ازاي؟ 1 2 4 8 16 32 64 128 صح؟ هيبقى واحد تحت ال 128 صح كده؟ يبقى فاضل لي كام من 190؟ ادي فاضل لي 2 و 62 12 62 64 مش تنفع، يبقى 32. يبقى فاضل لك كام؟ يبقى فاضل لك 30 صح كده؟ 30 يعني 16 8 4 2 مفيش واحد كده. يبقى القصه كلها هتبقى كده 0 1 1 1 وبعدين 1101 اهي 1248 1248 دي ينطق معايا كام؟ 8 و4 12 و2 14. 14 اللي هي كام؟ دي ولا اي؟ اي صح؟ اي اهو تمام اي. طب ودي ينطق معايا كام؟ 11 اللي هي ايه؟ بي. يبقى بي اي يبقى 190 عشان احولها لهكس ديسمال بي اي. طبعا في طريقه ثانيه بس مش قادر تشغل دماغك بيها. في طريقه ثانيه بتتعمل بس مش قادر تشغل دماغك بيها، اعملها كده وانجز.
خلاص تمام. طيب طبعا اي رقم هيكس ديسيمال بتلاقيه مكتوب قدامه كلمه 0x، يعني لما تلاقي كود 0x مصفوفه مكتوب تعرف ان الرقم اللي جاي بعده مكتوب هيكس في الريجستر بقى بتاع الجهاز، في الريجستر بتاع اليونكس، في شغال لينكس. اي رقم قدامه كود 0x احنا بننطقه ox، بس بيبقى معروف ان الرقم اللي بعده جاي هيكس ديسيمال. يعني ايه الرقم اللي جاي بعده هيكس ديسيمال؟ اسمك ايه؟ هشام. يعني ايه الرقم اللي جاي بعده هيكس ديسيمال هشام؟ يعني كل رقم من دول يا حبيبي بنحط في 4 بت، انما لو هو ديسيمال كنا خدناه على بعضه ووزعناه في 8 بت على طول. تمام؟ فلما اجي اوزع هوزع السبعه لوحدها وبعدين هوزع الثلاثه لوحدها. ماشي؟ ماشي. نكمل. الماك ادرس هو ب 48 بت. اسموه 24 بت و 24 بت. ال 24 بت الاولانيين بيسموهم اورجنايزيشنالي يونيك ايدنتيفاير. ال 24 بت دول. يعني ايه اورجنايزيشنالي يونيك ايدنتيفاير؟ يعني اول 24 بت من الكارت دول مش رقم الكارت، دول رقم الشركه اللي مصنعه الكارت. فكل الكروت اللي جايه من شركه سيسكو هتلاقي لها اول 24 بت زي بعض. كل الكروت اللي خارجه من 3 كوم هتلاقي لها اول 24 بت زي بعض. فبيسموهم اورجنايزيشنالي يونيك ايدنتيفاير. طيب ال 24 بت التانيين بنسميهم الفيندر ساين او الفيندر اساين. تمام؟ يبقى ال 24 بت الاولانيين اورجنايزيشنالي يونيك ايدنتيفاير، ال 24 بت التانيين بنسميهم الفيندر اساين اللي هو رقم الكارت جوه الشركه. تمام؟ فانت لو لقيت كارتين شبكه بنفس اول ست ارقام زي بعض تعرف على طول ان دول نفس الشركه. يعني ايه؟ تصوروا كده لو انت جيت فتحت كارت شبكه لقيته اي سي 2 3 4 5 5 6 3 اف 4 2. كارت تاني لقيته اي سي 2 3 4 5 اف اي 3 0 4 3. هنا نفس الست ارقام دول زي بعض، ما مكتوب هيكس ديسيمال 6 في 4 لان كل رقم بيتوزع في 4 بت و24. 24 معناها ان الكارتين دول مصنعين في نفس الشركه. طب الست ارقام التانيين دول رقم الكارت جوه الشركه. تمام؟ طيب في حد كده عنده مشاكل؟ حلو الكلام، ننتقل. تمام؟ طيب احنا لما بنيجي نعمل الفريم بروسيسنج ايه اللي بيحصل؟ لما بنيجي نبعت الداتا بتاعتنا من جهاز لجهاز، لو الكارت بتاعك خد الفريم من على الكابل وبص على الديستنيشن ادرس وما لقاهوش بتاعه، قارنه بالماك بتاعه وما لقاهوش بتاعه، فبيعمل دروب للفريم. هل ممكن يحصل الكلام ده؟ بتحصل كتير جدا. لما نكون بنبعت الفريم برودكاست مثلا والفريم راح لكل الاجهزه، فكل واحد ياخد الماك ده ويبص عليه، هل هو بتاعي؟ بتاعي، هعمله بروسيسنج، لو مش بتاعي هوقعه. طب لو هو الفريم بتاع البرودكاست، لا نعمل له بروسيسنج عادي لان ده الفريم بتاعنا كلنا. طيب عندنا ثلاث انواع من انواع الماك. ثلاث انواع من انواع الماك، اقول عليهم؟ اقول؟ ها. ماك لما اجي ابعت لك لوحده، اسمك ايه؟ اسامه. اسامه؟ اسامه. لما اجي ابعت لاسامه لوحده ده بسميه يونيكاست ماك. يبقى في الحاله دي لازم أن يكون الماك بتاع محمود موجود والماك بتاع اسامه موجود. يبقى دي 1 تو 1. طب لما اجي ابعت للناس اللي في الجروب بتاع النتورك اند سكيورتي، مش في الجامعه كلها، لجروب من الناس ده بسميه مالتي كاست ماك. طب لو عايز ابعت رساله لكل الجروب بتاع الجامعه، للجامعه كلها، ده برودكاست ماك. ايه الفرق ما بينهم؟ اليونيكاست ماك لازم يكون عندك الماك بتاعك والماك بتاعي، ادا الماك بتاع محمود اهو وادا الماك بتاع اسامه اهو. شايفينهم؟ ونفس الوقت لو خبطت بعينك جوه الباكت، لو معاك نظاره بتخبط جوه الباكت هتلاقي ادا السورس اي بي بتاع محمود اهو وادا الديستنيشن اي بي بتاع اسامه اهو اللي هو ال 200 ده. ده كده الرساله متظبطه اهي، فيها سورس اي بي وسورس ماك وديستنيشن اي بي وديستنيشن ماك، خلصت. تمام؟ فده بنسموها بنسميه يونيكاست فريم او يونيكاست ماك ادرس. يبقى كده الفريم ده هيطلع منين؟ من محمود يروح لاسامه بس. طيب البرودكاست ماك لما اكون عايز نبعت رساله تروح لكل الاجهزه اللي موجوده عندنا في الشبكه، ده بيسميه برودكاست ماك، وده هنستخدمه كتير جدا والابلكيشنز بتاعته كتير.
هو صراحه جه في الاي بي فيرجن 6 وشالوا مصطفى، ما عادش في عندنا حاجه اسمها برودكاست. برودكاست انت عارف اصلا الشبكه الاي بي فيرجن 6 هيبقى فيها كام جهاز اصلا؟ هيبقى فيها 2 باور 64، يعني عدد الايباد اللي في العالم كله مرتين، يعني رقم مهول جدا. فانت عايز تكري فريمز بعدد كل الاجهزه عشان تعمل برودكاست، الكلام ده مش طبيعي طبعا. فما عادش في عندنا حاجه اسمها برودكاست في الاي بي فيرجن 6، انما في الابلكيشن بتاع الاي بي فيرجن 4 كتير. لما كنت عايز تبعت رساله تروح لكل الناس، في الحاله دي بنحط في الديستنيشن اي بي البرودكاست ادرس. احنا خدنا بقى الاي بي عام وخدنا البرودكاست ادرس اللي هو فيه كل البيتس بتاعت الهوست الوحيد اللي هو بيبقى اخر رقم عندك، صح؟ وده ما حدش بياخده. ليه ما حدش بياخده؟ ده محجوز بس للبرودكاست، صح الكلام؟ وفي نفس الوقت بحط في الديستنيشن ماك 12F. 12F السويتشات والاجهزه عارفه ان الماك ده برودكاست، برودكاست 12F. ما تنساش بقى الله يكرمك، يبقى لما اكون عايز تبعت رساله لكل الناس بنيجي في الحته بتاع الباكت نحط الديستنيشن اي بي البرودكاست اي بي ادرس، وباجي في الحته بتاع الماك بحط بدل الديستنيشن ماك بتاع اليوزر بحط 12F. حد من الناس الاونلاين عنده مشاكل؟ حد من الناس اساسا عنده مشكله في الكلام ده؟ دكتور هو ال 12F دول اي بي في 4 ولا اي بي في 6؟ لا دول مش الاي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن، دول ماك ادرس. تمام. يبقى لما اجي ابعت فريم يروح لكل الناس، انت عايز الفريم يطلع منك يروح لكل الناس اللي على السويتش، عايز السويتش بتاعك يطلعه من كل البورتات بتاعك، فتيجي في الجزء بتاع الماك وتحط 12F كديستنيشن ماك. طب والسورس ماك؟ حط الماك بتاعك انت. خد بالك لو معمول العكس يبقى ده التكر بيضربك. يعني لو السورس ماك بتاعك 12F وديستنيشن ماك جهاز عادي يبقى كده حد بيشتغل. مفيش حاجه اسمها كده في الدنيا. ايه لو التكر بيلعب بقى؟ ماشي؟ يعني بيبعت حاطط السورس ماك يا عم 12F. تمام؟ مش جاي من حد، جاي من كل الناس. تمام؟ ورايح لمين؟ رايح لجهاز معين، ده نوع من انواع الاتاك. اوكي؟ طيب ده ايه يا جماعه؟ ده البرودكاست ماك. طيب احنا خدنا كمان المالتي كاست، مالتي كاست يعني جروب من الناس. امتى تعرف ان الماك ادرس ده مالتي كاست؟ احفظ بقى. بيبقى بدايه الماك بتاع الديستنيشن 0105E. يعني ايه؟ هيروح لجروب من الناس. والله انا مش فاهم قوي يا عم ماشيه. وبيبقى الديستنيشن اي بي بتاعك كلاس دي. فاكر لما جينا في الكلاس دي وقلت لك بيستخدم في حاجه اسمها المالتي كاستنج؟ حد فاكر بدايه الكلاس دي ايه؟ يفتح نفسي يعني لما الناس مهزوزه كده. حد فاكر الكلاس دي كان بدايته من كام لكام؟ 240. لا يبقى قبل او اخره 239. 224 239. سد نفسكم كلكم ان شاء الله. كان يوم اسود يوم ما شفتكم. تمام؟ يبقى عندنا في حاجه اسمها المالتي كاست ماك. المالتي كاست ماك بدايته كام؟ 0105E. تعرف ان هو مالتي كاست ماك على طول. تمام؟ طب بقيه الرقم بينحط ازاي؟ هبقول لك بعدين. ولو جيت ضربت بعينك كده شفت الديستنيشن اي بي هتلاقي مالتي كاست اي بي كلاس اي كلاس دي. حلو؟ طيب خلصنا كده؟ خلصنا كده دي. طيب يعني ايه ماك ادرس تيبل؟ اولا في عندنا جهازين اتنين، حاجه اسمها الهب وحاجه اسمها السويتش. في عندنا جهازين اتنين، ركز قوي في الكلام اللي انا هقوله دلوقتي. البهوات اللي موجودين اونلاين، حد مش فاهم حاجه من الكلام اللي فات؟ حد مش فاهم حاجه؟ طب حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه يا شباب؟ لا كده ولا كده، اصلا مش موجودين اصلا. طب انتوا سامعيني؟ حضرتك سامعينك وفاهمين يا دكتور اللي حضرتك معاك حضرتك. ايه؟ انا بس يا بنوب سالت حد فاهم حاجه ما حدش رد. طب حد فاهم حاجه ما حدش رد؟ ايه مشكله نت والله عندي يا دكتور. أنا فاهم يا دكتور اللي حضرتك بتقوله، بس طيب المسائل بس أنا محتاج أركز عليها شوية لوحدي كده عشان هنبدأ إمتى مذاكرة بقى؟ عايزين نبدأ بدري شوية قبل الامتحان يعني. ده بعد إذنكم يعني، أنا عارف إن الموضوع صعب عليك وإن أنت تبدأ قبل الامتحان بفترة كبيرة كده هيبقى صعب عليك قوي، بس يعني عايزين نأكل على نفسنا ليمونة ونبدأ. دكتور لو ذاكرت المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي خلاص كده أحل مسائل عادي؟
اه حل يا باشا مسائل، وعندك الفيديوهات موجوده على النت، وعندك الدنيا كلها موجوده. في بس اكزامبلز وكده ولا لا؟ هو المشكله في النيه، انه في بس اكزامبلز الايه، في اكزامبلز ولا لا؟ اه طبعا موجوده، والفيديوهات مليانه اكزامبلز للصبح. تمام يا دكتور تمام. انا هذاكر اللي فاتت ودي ورا بعض ان شاء الله. ان شاء الله رحمه ان شاء الله. اهم حاجه بس يعني ابدا مذاكره بقى عشان رمضان داخل، ورمضان محدش بيذاكر فيه، والصراحه انا كمان ما بشرحش فيه. فعايزين نبدا ايه مذاكره بقى كده مع بعض، يعني ايه نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. طيب تعالوا كده نشوف الفرق ما بين الهاب والسويتش. يلا كده خدوا بالكم، انا سامع اخبار ان الامتحانات هتبقى في الجامعه، سامع اخبار ان الامتحانات هتبقى في الجامعه. الميد تيرم يا دكتور ولا بالنسبه للفاينل؟ الميد تيرم ولا الفاينل يا دكتور؟ بص الميد تيرم لحد الان مضروب. مضروب ليه؟ لانك انت خلاص الكويز الجمعه الجايه، فده ثاني كويز. حتى لو في ميد تيرم في الجامعه مش هيلحقهم، هيبقى في عندك عدد ثلاث كويزات هينحسبوا لك مع الميد تيرم، فاهمني؟ فخلاص الميد تيرم اظن ان مش هيلحقوا يعملوا حاجه، بس اظن ان الفاينل هيبقى في الجامعه. لا دكتور دي احسن حاجه الفاينل في الجامعه. احسن حاجه الفاينل في الجامعه؟ والله. طيب لانه في زوم كتير في الاونلاين يعني. بيبقى ايه؟ بقول لك بيبقى في زوم كتير في الاونلاين وكده. في الاونلاين؟ انا معاك بس يعني ما يبقاش فرع مصر هو الوحيد اللي في الجامعه، بس يبقى على الكل. انا اتمنى انه طب احنا عندنا الهب اهو، ده الهب، وده كان جهاز موجود زمان ولا كان له اي لازمه، بس ده كان بدايه صنعهم. عباره عن هب يعني سويتش، عباره عن مش مشترك، اسف، هب يعني مشترك اهو، بيتوصل عليه الاجهزه اهو، وده كانت الرسمه بتاعته. ومش هتلاقيه دلوقتي له تصنيع، يعني انت مش هتلاقي له تصنيع دلوقتي اصلا. لما كان جهاز A يجي يبعت معلومه لجهاز B، الهب ما بيعرفش لا A ولا B، ما يعرفش مين اللي اتوصل عليه اصلا. فالهب جهاز لير 1 جاله شويه سيجنال من هنا من البورت هنا، يقوم مطلعهم من كل البورتات الثانيه، فيروح عند الجهاز ده يبص بقى على الفريم. انت رايح لمين يا عم؟ رايح للبي. انا بي، انا بي، خلاص استلم الباكت. طب انا لو سي والفريم مكتوب فيه بي، فالمفروض اوقع الباكت، المفروض يعني اوقع الباكت، الا بقى لو حد منزل برامج عنده على الجهاز بيعمل ايه؟ بيعمل سنيفنج للباكت دي. تمام. فده كان الهب. مشكلته كانت ايه؟ كان هاف دوبلكس. يعني ايه هاف دوبلكس؟ الهب كان هاف دوبلكس معناها يعني لو ايه بيكلم بي يا مصطفى وبي بيكلم ايه يا مصطفى، يحصل فيه كولجن. يعني لو انت بتكلمني وانا بكلمك يحصل فيه كولجن. فكانت في كوليجن موجوده. كوليجن يعني الداتا بتخبط في بعضيها. وعلشان كده عملنا بروتوكول اسمه ايه؟ السيسما على السي دي، ان هو يحل الكوليجن بعد ما يحصل. موجود من ساعتها في كل كروت الايثرنت. رضا طب دكتور ثواني، هو مش المفروض ده يبقى سي ايه؟ ايه؟ لا ده هب. ايه ده؟ في الوايرلس. تمام. في الوايرلس اللي هو الافويدنس ده. طيب فما عشان الديلاي اللي بيحصل بقى ان الكوليجن يحصل ويقعد يحل الكوليجن، فكان الهب بطيء جدا. وكل ما عدد الاجهزه على الهب زاد، كل ما احتماليه الصدوم زادت، صح؟ صور الاوضه دي قاعد فيها 40 واحد، فاحتماليه اثنين يكونوا عايزين يكلموا مع بعض هتزيد، غير لما يكون اوضه فيها ثلاثه، صح؟ تمام. الهب ما بيقسمش الكوليجن دومين، يعني كل الناس اللي موجوده على الهب في نفس الكوليجن دومين، يبقى الهب هو 1 كوليجن دومين. ودي حته مهمه جدا. يعني ايه 1 كوليجن دومين؟ يعني حاجه وحشه لحاجه حلوه، حاجه زباله وحشه جدا. يعني كل الناس اللي موجوده يا اسامه في نفس الاوضه شايفين بعض وسامعين بعض. فاي اثنين هيجوا يتكلموا هيخبطوا في بعض. انت عارف اصلا الهب واحنا بنرسمه ازاي؟ بنرسمه كده سلكه وراكب عليه الاجهزه كده،
لان هي اصلا شيرد اهي. طب بيقسم الشبكه كل الناس اللي موجوده على الهب في نفس الشبكه، فالهب كمان ما بيقسمش البرودكاست دومين، فكل الاجهزه هنا في وان برودكاست دومين. يبقى كل الاجهزه اللي على الهب في وان كوليجن دومين، كل الاجهزه اللي على الهب في نفس البرودكاست دومين، تمام؟ يبقى هو وان برودكاست دومين يعني شبكه واحده، وان كوليجن دومين يعني كلهم معرضين للتصادم. عشان الهب كان فيه ديلي وكان فيه كوليجن، عملنا مايجريشن فروم الهب تو سويتش. احنا كنا مضطرين لذلك ان يعني احنا نهجر الهب ونروح للسويتش، تمام؟ رحنا لايه بقى؟ للسويتش بتاعنا. السويتش بتاعنا بيبقى الرمز بتاعه كده، وبتركب عليه الاجهزه كده اهو. السويتش بقى جهاز لير 2 بيفهم. بيفهم ايه؟ بيفهم شويه عن عن الهب. هو فاكر انت الفيزيكال لير والداتا لينك لير؟ الفيزيكال لير يعني ما يعرفش غير شويه بيتس. لير 2 يعني بيفهم ماك، مش الماك ده كان ادرس بتاع لير 2. لير 3 يعني بيفهم اي بي. اوكي؟ طيب احنا كان عندنا ايه؟ اه بنقول والله احنا في اللير 3 بنضيف الاي بي، السورس اي بي والديستنيشن اي بي. في لير 2 بنضيف ايه؟ السورس ماك والديستنيشن ماك. خد بالك. وفي لير 1 شويه بيتس فروح حاجه. الهب بقى ما كانش شايف غير دول. النظاره بتاعته ما تعرفش تخش جوه. السويتش يشوف لحد هنا. فيقدر يشوف الزيرو الواحد ويشوف الماك. الراوتر بقى يشوف لحد هنا. فيقدر يشوف الاي بي والماك والزيرو الواحد. ما طول ما انت عمال تقدر تقشر، ما دي بتقشر كده صح؟ الفريم قشرته بقى باكت، الباكت قشرته بقى سيجمنت. فانت بتبص عليه من بره. فكل ما تقشر كرتونه تقدر تقشر كرتونه تشوف الداتا اللي جواها. الراوتر بيبص، الراوتر لحد هنا. السويتش لحد هنا. الهب لحد هنا. يبقى الهب شايف شويه اصفار وحاجه كلير 1. السويتش يقدر يشوف لحد الماك جوه. الاي بي هات الماكات الداتا لينك كلير والكلام ده. الراوتر يقدر يشوف لحد الاي بي. انا بقى كراوتر اشوف لحد الاي بي لازم اقشر كل اللي قبله. فاهمني؟ عشان اشوف الكرتونه اللي جوه ايه. طيب السويتش عندنا بيبقى جواه جدول اسمه الماك ادرس تيبل. الماك ادرس تيبل ده ايه ده؟ سويتش؟ اه في الرام بتاع السويتش. اول كام؟ اختصار كلمه كونتينت ادريسابل ميموري. يبقى السويتش جواه جدول اسمه الماك ادرس تيبل او الكام الكونتينت ادريسابل ميموري. ده تيبل موجود جوه السويتش. واي تيبلز هتاخده في حياتك في النتورك بيبقى موجود جوه الرام بتاع الراوتر او السويتش جوه الميموري، مش متخزن جوه هارد ديسك. يعني بيتمسح ويرجع السويتش يبنيه تاني. اه مش احنا خدنا قبل كده ان الرام محتوياتها بتطير اول ما الكهرباء تقطع؟ صح. تركز كده معايا بقى لان هو مش حاجه ثابته، تمام؟ طيب الماك ادرس تيبل ده بيبقى موجود جوه ايه؟ بيبقى موجود جواه ايه؟ بيبقى موجود جواه ايه يا بهوات؟ بيبقى موجود جواه حاجه اسمها الماك، وحاجه اسمها البورت، وحاجه اسمها الستيت. او اسف مش الستيت، التايب. التايب مش الستيت، التايب. واول ما بتشغل السويتش بيبقى الماك ادرس تيبل ده فاضي. بيبقى فاضي، مش هو في الميموري ولسه الجهاز شغال، والميموري دي بتفقد محتوياتها لما الكهرباء بتقطع. اكيد فاضي يعني مفيش حاجه. اه مفيش حاجه. وراوتنج تيبل وارب تيبل، اوعى تيجي في يوم تقول لي بيتحط على الهارد ديسك او الفلاش. كل التيبلز اللي في النتورك دي داتا ستراكشر تيبلز،
بتنحط عندك جوه الميموري بتاع الديفايس. تاخد تو داتا ستراكشر، تاخد تو داتا ستراكشر، ما تاخدوش داتا ستراكشر ولا الجوريزم. هي مش موجود، مش موجوده اصلا يا دكتور في في التخصص ده في نتورك. مش في نتورك، موجوده في موجوده بعد الابديت. يعني بعد الابديت دخلنا لينكس ودخلنا ودخلنا بروجرامينج جوه النتورك. هو لينكس ده لو انا هاخد مثلا المواد السنه الجايه مش تلحق الابديت ده هيخلص على على الفول الجاي. يعني اللي داخل فول الجاي هيبقى عنده كده، هيبقى عنده 216 اي و 216 بي وكالي لينكس ونتورك بروجرامينج، وهيبقى عنده ابلايد سايبر سيكيورتي وادفانسد نتورك، وهيبقى عنده نتورك ديفنس اند كاونتر ميجر. اوكي طب دكتور، وانا لو عايز اخد المواد دي لا هنفتحها ما تقلقش، هنفتحها ككورس دي لاش. يعني قريب خالص هنعمل كورس سايبر سيكيورتي اوبس هنا هيبقى مساحة كبيرة، و... وفي الصيف هنفتح MT395 اللي هي الابلايد سايبر سيكيورتي. تمام، فما تقلقش. ولو عايز نتورك بروجرامنج هنفتحها ككورس، واللينكس نفتحه ككورس. يعني الكورسات اللي فايتاك، الكورسات اللي فايتاك عشان تاخد البكالوريوس بتاعك زي اللي هو الجديد هفتحها لك كورس، ما تقلقش. يعني ممكن ادالك في الصيف ككورس منفصله بشهاده منفصله، واجيب لك الشهادات بتاعتها من سيسكو. تمام، خلاص حلو قوي كده. يعني دكتور ما ينفعش تخرج غير لما اخد الكورسات لحاجه كامله دي؟ لا 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 لا، ده اوبشنال ليك انت. اللي جاي بعدك هو اللي جاي بعدك هيبقى مانداتوري، لازم ياخدها عشان هيبقى في خطه جديده في في 22. فالفول الجاي هيبقى في خطه جديده، فانت هتتعادل. اللي هم شغالين على 2017 هيتعادلوا، فانت ممكن ما تلحقش، لانك تبقى انت هتبقى وصلت ليفل 3. اللي فيكم الناس اللي هتخلص 216 بي في الاجازه في السمر والكلام ده، هيجي في السنه الجايه الشتاء الجاي هيلاقي نفسه على خطه جديده، فهيكون عدى الليفل ده. ففي حاجات زي الكالي لينكس والنتورك بروجرامنج والكلام ده كله هتطير منك. لو انت عايز تاخدها ممكن تاخدها في صوره كورسز وخلاص. فهمتني؟ مش عايز تاخدها انت حر از يو لايك. تمام. طب دكتور انا عندي سؤال في الحته دي. بس ما تضيعش المحاضره والنبي قول. حاضر. هو بالنسبه لل يعني للسايبر سيكيورتي هيبقى في مثلا، طيب ادا الماك اي، ادا الماك بي، ادا الماك سي، ادا الماك دي. السويتش في الاول بيبقى الماك ادرس تيبل بتاعه فاضي. بيعمل ايه بقى السويتش؟ بيعمل ثلاثه فانكشن. اول فانكشن فيهم اسمها الفلودنج. الفلودنج دي بيعملها ازاي؟ اول ما الاي يجي يبعت رساله السي، ادا الاي بيبعت السي، تقوم الرساله طالعه من الاي راح لمين؟ للسويتش. فالسويتش يقول له انت جاي منين يا ابني؟ ها جاي منين؟ جاي من الاي. فيبتدي يسجل، والله انا عندي في ماك اسمه الاي موجود على البورت رقم واحد وانا اتعلمته لوحدي. وهنا يجي سؤال في الامتحان، هو السويتش بيتعلم منين؟ من السورس ماك مع الانكومنج بورت. لما احمد يبعت لي هعرف ان احمد موجود على البورت رقم 2 اسجله. طب هو الماك ده رايح لمين؟ للسي. طب في حد هنا اسمه السي هنا؟ يقوم السويتش عامل بعت لكل الناس. يبقى السويتش لما يكون مش عارف بيعمل فلود زي الهب. يبقى الفلودنج ده بعمله امتى؟ لما يكون النون ديستنيشن ماك. لما يكون النون ديستنيشن ماك ببعت الفريم ده لكل الناس. لما يكون النون ديستنيشن ماك. تمام؟ طيب لما يجي السي بقى يرد على الايه؟ المعلومة هتطلع من السي تروح برضو للسويتش. جاي منين يا ابني؟ جاي من السي. جاي على بورت كام؟ بورت 3. حالتك ايه؟ حالتك دايناميك. احنا لسه دايناميك. طب رايح فين؟ رايح للاي صح؟ هبعته للاي بس لوحده. ليه ابعته للاي لوحده بس يا هشام؟
لان انا مسجله قبل كده. ففي الحاله الثانيه بيعمل حاجه اسمها فورورد. امتى السويتش يعمل فوروردنج؟ لما يكون عارف الديستنيشن ماك، نون الديستنيشن ماك. اخر فانكشن عندنا، احنا قلنا بيعمل ثلاثه فانكشن، حاجه اسمها فلتر وهناخدها بس مش دلوقتي، لما نكون حاطين حاجه اسمها بورت سكيورتي على البورت. تمام. طيب والداتا اللي موجوده جوه الماك ادرس تيبل دي بتفضل موجوده؟ لا، بتفضل موجوده لمده 5 دقائق، يعني كل ريكورد من دول بيفضل موجود لمده 300 ثانيه او 5 دقائق، يعني 5 minutes. لو الجهاز ما بعتش داتا في خلال 5 دقائق، السويتش يمسحه ويرجع يتعلمه تاني لو بعت. فقبل 5 دقائق بثانيه الجهاز بعت، يجدد له كمان 5 دقائق. طب هو ليه بيعمل كده؟ ما يسجله عنده ويسكت. تصوروا لو انا شغال معاكم بارت تايم هنا في الجامعه، وجيت جه خدت الموبايل بتاعي وقلت لعبد جواد دخل لي الباسورد، وراح مدخلني الباسورد كده، الماك بتاعي اتسجل عندكم على السويتش. جيت بعد ما خلصت اليوم بتاعي مشيت، هل المفروض الماك يفضل موجود فور ايفر؟ ما ينفعش. تمام. خد بالك من احد انواع الاتاك اللي هناخدها بعدين، ان الاتاكر هيحاول يملى الماك ادرس تيبل. على فكره الماك ادرس تيبل ده له حجم معين ثابت، فالاتاكر يقعد يغير الماك بتاعه ويبعت للسويتش فريمات مختلفه جايه من سورس ماك مختلف. طب هو لما الماك ادرس تيبل يتملي ايه اللي بيحصل؟ السويتش بيقلب هب. بس كده. اهو انت كده بقيت بتفكر زي الاتاكر. فانا هملى الماك ادرس تيبل علشان السويتش بتاعي يقلب هب. وانا اصلا مصطفى ده حبيبي، فمديني الباسورد بتاعت الجامعه. فانا دخلت على عملت كونكت على الاكسس بوينت بتاعت الجامعه. عايز اعمل اتاك على الجامعه. تمام؟ فاهميني قصدي ايه؟ اوكي؟ طيب نقف لحد هنا، نقف لحد الجزئيه دي، ده الماك ادرس تيبل. والمره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الايه يا ربي اهو، عشان بس ايه ما تضحكوش عليا. المره الجايه هنتكلم على سويتش سبيد اند فوروردنج ان شاء الله المره الجايه. ناخد الاتندنس. اه الاسبوع السبت الجاي، لو انت عايز السبت الجاي تقدر تمتحنه السبت الجاي.